السلام عليكم خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ طبعا لقيتوني عاد ساليت اللايف وانا ماشي في الدار ديالي، مسافره عند العائله د ولادي. دابا راني كنت قلت غادي نهبط غادي نطيب دجاج، غادي يجيونا شي ضياف، ولكن انا قلت لهم انا اللي غادي نطيب دجاج، قلت غادي نطيب 10 دجاجات، لا صدقوا 12، غادي نطيب 12 دجاجه وغادي نوري لكم الطريقه ديالي. الدجاج تيجي زوين، تنشكر راسي زعما بزاف. المهم تعيشي واعر، انا تنطيب دجاج مزيان، الطريقه ديالي زوينه، وديروا شاركوا معايا وعملوا سميتو البصمه. والمهم المتتبعين ديالي الزوينين، تنسلم عليكم من عاد من المقالات مولات الغرس من سيدي قاسم. انا سيدي قاسم، ودابا غادي ندوز دوزو تشوفوا المقادير الدجاج كيفاش تنطيب الدجاج، وبقاو معايا حتى لاخر فيديو، وانا ما غادي نطولوش، ما غادي نديرش بزاف فيه. يلا دوزوا معايا، يلا. راه جندنا الترميله، بعد ما الدجاج جبناه وغسلناه وخلينا رقدناه في البانيو ودرنا الملحه بزاف، عملنا علاين باكيه الملحه، بينا عندي 12 دجاجه، وعملنا الحامض، قطعنا الحامض فيها وخليناه في الماء رقد مزيان علاين شي 4 السوايع حتى تغدينا وهداك الشيء، وغسلناه مزيان وحيدنا منه هذاك الجلود وهداك الشيء وقطرناه. وشديت دابا وجدت الترميله، انتما الترميله شديت الربيع، قزبور ومعدنوس والثومه، قويت الثومه وشديت الحامض، ثلاثه د الحامضات كبارين حيت القلب ديالهم، وطحنتهم وحطيتهم وجبت سكينجبير. سكينجبير تيبغي الدجاج، تيبغي سكينجبير وليبزار والخرقوم وسميتو بسيبيسه وعرق القله ما تعرفش نقولها، والزعفران الحور في الزكتو. وهذيك الساعه تبعوا المراحل باش غادي نشرمل الدجاج. شرميله، شوفوا انتما، انتما شرملتهم دابا حتى يقدروا يبقاو عاد غادي نقيوهم. ها انتما ها الشرميله اللي وجدت للدجاج، ها هي شرملت الدجاج وخليته بايت البارح، شرملته وعملته في الثلاجه، ها تحت ما عملتوش في الفريجو، الثلاجه برد شويه. ها انتما ها خمسه باقيين، دابا من نطيب هادو دابا عاد شعلت عليهم، عاد غادي نقطع البصله كل لحم بصله وغادي نمرق. هانتوما انا مرقتو، عاد غادي نزيد له البصله، ما تنقليهش انا، صافي تندير الترميله وغادي نشلط البصله واللوحه وصافي، وغادي يطيب في المرق ديالنا تيغلي. هانتوما ها غادي يطيب على خاطر خاطر. هانتوما انا ماشي غير بوحدي اللي طيبتو، حنا جوج بينا، مبغيناش نجيبو الطيابه، نجيبو الطيابه على 12 دجاجه بغينا نطيبوها بوحدنا. هانتوما ها الدجاج ديالنا طاب، دابا غادي نهز هادو كترو من بعد، وعاد غادي نردو الاخرين اللي باقيين. هانتوما بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. انا غادي نهز هادو اللي ما طايبينش، ثم حطيتهم هادي دابا عاوتاني يطيبو، ملي غادي يطيبو عاوتاني نهزهم، عاد نرمي الكبدة وسميتو الكانصة، هاديك الساعة غادي نحمروهم نخليهم يطيبو على خاطرهم. ثم ها الجنكين والعنقين تا هما طيبتهم، هما شحرناهم اللي نتغداو بيهم، هما متشحرين، نخليهم يشربو الطبيلة ديالهم، كيجيو واعرين. حنا معروفين المغاربة الجنحين والعنقين تنديروهم في الغدا تنديروهم تنتغداو بيهم. هانتوما يالله دابا راه الدجاج باقي لي، دابا الضوميره نتاع الدجاج راها تطيب، ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. هانتوما رميت البصله، دابا بقى غير واحد الفروج علينا يطيب البصله حتى شفتو كلشي، هاديك الساعه غادي نرمي الكانصه والكبده. والبصله خاصها تكون كثيره باش تجي الضوميره زوينه. هانتوما هاد الضوميره ديالنا طابت، هانتوما شوف كيفاش جات تبارك الله خاطره. دابا بقى لنا غير الدجاج نديروه في الفران وصافي، ونقدموه للضيوف.
يلا بقاو معايا. هانتوما هاد الدجاج عمرناه دابا في الطنجره، دابا عاد غادي نديوه للفران، عاد نعملوه في الفران تحمر. هاد الدجاج ديالنا وجد، هانتوما نسينا الزيتون، عاد حطينا الزيتون. يلا شتو، هانتوما عملوا الطريقه ديالي، غادي يطلع لكم الدجاج زوين بزاف، وما غادي تشبعوش منه، غادي يبقى يعجبكم. هذه هي الطريقه ديالي الدجاج، وراكم شفتوا الطريقه ديالي كيفاش طيبته. يلا قدموا الضيافه.